أهلاً وسهلاً أبو لؤي. كيف بداية طريق نجاحك؟ أنا أقول لك كيف بداية طريق نجاحي. أنا تشحطت وأقول للشباب بلاش النوم، بلاش الطلبات الكثيرة هذه. أقول لك اسمعني يا ابن الناس اسمع. أقول لك أنا تشحطت، أنا تبهدلت، أنا طردوني، أبويا يطردني، يقول روح لأمك، أروح لأمي تقول روح لستك. رجل مكافح ما شاء الله عليك. أنا مكافح والله يعني، وكل الشباب وكل لهم يا أخي. روق روق روق. بنروض آسيا وبناخذها من هنا. أزعجتونا، بناخذ الدوري، بناخذ الدوري، الأهلي طير عليك الدوري. لا يا شيخ، آي أم سوري، ما في دوري، تستهبل. يا حبيبي قعدوا 32 سنة وبعدين أخذ الدوري، يعني آسيا بياخذونها بعد 200 سنة. النصر السعودي سيأخذ آسيا. سيأخذ إيش؟ آسيا. أقول اسكت اسكت، لا تفشلنا يا أخوي. ها؟ ما بقلنا، تكلمنا يا المركز الثامن. يا شباب يا شباب يا شباب، خبر 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 طازة، البنزين ارتفع. أم عاد ايه ارتفع؟ لا يا اخي وجهك مو هوب، لازم يستغرب الحين يا شباب، البنزين ارتفع والاسعار راح تبدا من بكره. لا يا شيخ. ايه طيب وش نسوي؟ انقذوا وياكم ونعبي فل. يلا ياهو ياهو. شوف العيال، وقف. ايش اطرف موقف حصل في حياتك؟ اطرف موقف حصل لي انه ابني لؤي يقول انت مدير يا بابا، فا يعني ما تركب مرسيدس، فقررت انه اجيب البنتلي دي اللي فيها نجوم دي، وابشرك صار عندي بنتلي في دبي. يا جماعه مو بس البنزين اللي ارتفع، حتى الغاز سعره ارتفع. حتى الغاز ارتفع. انا كده نرجع للحطب يا جماعه. ما هو بس الغاز والبنزين، حتى فواتير الكهرباء ارتفعت. لا 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 لا، الوضع خطير. الله يستر من القادم. الله يستر. اقول للشباب كفايه دلع، كفايه دلع. انشر الشريط، انشر الشريط. هدي هدي يا ابو، انشر الشريط. روق ابو لؤي، انشر الشريط. هدي انشر الشريط اقول له. هدي اعصابك، انشر الشريط. هدي اعصابك، انشر الشريط. هدي اعصابك ابو لؤي، انشر الشريط. هدي اعصابك ابو لؤي، انشر الشريط. اهدى ابو لؤي، اهدى اهدى ابو لؤي. أبوك يا الزحمة، الظاهر مو بجاي دورنا إلا بكرة، وبنعبي بالتسعيرة الجديدة. ليش المحطة زحمة؟ ليش المحطة زحمة؟ استهبل يا ورعت، استهبل. الناس جاية هنا تعبي التوانكي حقتها فل قبل ما تنزل التسعيرة الجديدة ويغلى البنزين. يعني إيش معنى توانكي؟ إيش معنى توانكي؟ والله إني كنت سبك. توانكي ما تفهم توانكي، التانكي حق البنزين. ياهو يا أخي، هذه خامس أو سادس محطة نمرها وفل زحمات رابطين في بعض كذا. أمة لا إله إلا الله، البنزين لو ببلاش ما تزاحموا زي كذا. طيب والعمل يا عبسي، شو بيزين؟ العمل عندي يا أبويا، روح المحطة الثانية هناك ولا روح الشارع الثاني وبنحصل. يا عمي أنت بالع شريط، كل شوي تعيد تعيد نفس الكلام. باب إحنا من أول محطة إلين الآن السادسة نمرها، بسبب قاعد أقول تقعد في الشنطة، نقعد ونحتريهم لين يفضون ويجي دورنا. طيب كيه، ترى وجهك بعلقه هنا زي الزينه هنا، نص ولا كلمه. لا 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 لا، خلاص ما عاد في طبخ، ما في الا معلبات في معلبات. انا خلاص ابى اشتري موتور كهرباء على الديزل وبعبيه ديزل وانور بيتي، ولا فواتير ولا غير. حتى الديزل اترفع سعره زي البنزين. اذكر الله يا جماعه، خلينا نجتمع مع بعض ونشوف حل هذه الورطه. خلاص نتصل بأبو ياسر ونجتمع عندي في البيت ونشوف الموضوع. أخيراً جاء دورنا. ياهو 91 فل. مخلص يا أخي. تستهبل أنت، لي ساعتين صف سرة وآخر شيء تقول خلص. يا أخي شوف لك محطة ثانية. والحل يعني؟ الحل عندي. افتح محطة، ليش قفل؟ ليش قفل؟ افتح. نو نو نو، يبغى ابي بنزين، تعال تعال، يبغى ابي بنزين، افتح.
كفيل كلام نويز نو شو اللي كفيل ذا صفقه وكفيل محطة قفل تناقش ما في تمانية الحين تمانية كليك اسمه ايه؟ كلوك شش بنزين وديت انا 5 محطات 6 محطات والله لا علقك والله لا وديك احنا نستنى هنا في الاخير صرفوك اقول ايش الحل؟ شو علم الحل؟ شوف تركي يفكر بس ما لنا الا طريق القصيم شق هناك وش ذا الزحمه والقروشه وش السالفه ما علينا السلام عليكم. سلام هلا والله. هلا والله اهلين. كيف الحال؟ سلامات عسى ما شر. لا ما في شيء بس اللي صدق اني ملخبط بالسيارة. عادي ترى اخذي مكان اخوك اي حاجة ترى ما يحتاج بيت قريب. الله يعطيك العافية انا بس ملخبط على السيارة مو بسيارتي ذي. الله يسعدك الله يعطيك العافية. السلام عليكم. صدق يا ابويا والله العالم دولي ما ادري كيف يفكروا. مين هم يا ولد؟ الناس قايمة وقاعدة. وفي التواصل الاجتماعي في تويتر والإنستغرام زعلانين عشان ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء. إيش الكلام ده يا ولد؟ زعلانين علشان إيش؟ ارتفاع الشويتين دول؟ والله العظيم صحيح شأم دلة أقول لك. أيوة. لف الكاميرا حقت الجوال حقك صورني عشان أرد عليهم. يلا ابدأ يا بوي. ليه زعلانين يا جماعة؟ الحكومة ما قصرت 40 سنة 50 سنة وهي تدعم تبغوا تصيروا زي دبي؟ ولا انتم فالحين بالانتقاد؟ اتقوا الله فينا كفايه دلع كفايه. ايوه يا ابويا تعجبني اجلدهم. الله يسعدك يا ولدي. اقول لك انشر الشريط ده للناس. انشر الشريط. اوه وش ذا البخيل انا مدفنه بالقفل احوو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 و
وش تبش عندك هنا؟ جاي من اليوم جالس اجمع. هات 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 خارج على فاضي. لا لا والله من اليوم اشفط تعبت. ما تدري ان هذا حارتنا ذي؟ واذا حارتك؟ والفكره فكرتي وقعدت نافخ بعد. هات 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 انا معطيك. اقول هات خلص يلا انقلع. عبد الله هي بعد تجي حارتنا وقاعد تستهبل هنا. اتعب حنا من اليوم وتجي اخذها كذا. كيف بس تبكي معك؟ قل لي بس كبير. بس بصراحة بصراحة صراحة بعد ما أخذ الأهلي الدوري صراحة ارتفع سوقه. إيش تقصد يا أبو؟ يا أبو ينعز ريدك بلا كلام فاضي حبيبي. حتى البنزين قلب لونه أخضر يا أبو. يا جدتي وبحر يا حبيبي حتى أنت لابس أخضر لا تزعجنا. صدفة أي صدفة. فوف 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 وش عندكم قلبين الاستراحة محطة؟ شيف ذا جل ما علي. أهم شيء وش سويتوا أنتم؟ وش سوينا؟ إيه عبيت سيارتي فل. شيف السبك حبة سيارته فل بس وش يبي ذا الحين؟ وش بس كذا عبيته فل؟ ايه اجل وش تبينا نسوي؟ ابو جراكل يا ابن الحلال ابو جراكل. افهمهم ذولي افهمهم مريض. اسمع اسمع بكره سعر البنزين يبي يزيد 30 هلله لللتر الواحد. بكره عند المحطه نصف كلنا بجراكلنا طيب؟ يعني بنبيع باقل من سعر السوق بنربح في اللتر الواحد كام؟ 20 هلله تجاري تجاري. يعني نبيع بكم يعني؟ شغول لا معليش انت تقول الحين حنا بنبيع باقل من سعر السوق بنربح 20 هلله نبيع بكم؟ يعني بنبيع ب 10 هللات اللتر. ايش فيك انت؟
بعشر هلالات مكسب؟ إيه. إيه والله عشر هلالات مكسب حلو والله. عشرين هلالة مكسب. عشرين هلالة؟ والله بطلة فكرة بطلة. فهمت. فهمتي. الحمد لله فهم مستيما اللي جنبك. فهمت أنت. إيش هذا؟ زيت زيتون. أيوه. زيتون. استهبل أنت. قدامي قدامي. جراكل. جراكل. قدامي على المحطة. جراكل يلا. من بكرة فلوس يا كمتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شيء ولعيلة وتركيلة. محمد وين راحوا هذول؟ كل شيء بس ولا عليهم شيء، لا هم دافعين قيمة فواتير ولا عليهم أي شيء، كله واحد اللي يدفع يدفع واللي ما يدفع كيفه. أعوذ بالله. ما شاء الله أفلام ومسلسلات، أفلام ومسلسلات. أنت مالك أنت يا زرع؟ مالك انت؟ مالي انا؟ ارتفع عالم كهربا والدنيا في غلا. انت ما انت عقلك ما ادري ما هو انت ولكن انا خلاص قررت على حركه. اجيب لك ابرادي واحطه فيه بطاريتين واسمعي منه حتى يطق له خالك. ايه ايه ابدا انا يا رجال هذاني جاي رجليه. يا رجال الرياضه زينه لمتها سيارات وذي وامور وخربطه. جامعة الإمام جامعة الملك سعود صديق صالوت سنة ديري 50 ريالي. كيف؟ 50 ريالي. كيف 50؟ 50 ريالي. والله 50. كيف 50؟ أنا دائم عبي 35. تبيني أفرشك هنا أنت؟ هذا في بنزين زيادة وكم 4 بنزين صغيرة. لا حول يا أخي ما يصير كذا. الواحد ينام يصحى فجأة يلقى الفلوس صار ب50. أشرب أشرب الفتاكي لين يوصل حسابك 35. يلا ما يزي صديق بدأنا مسكين في موت. ما يزي أنت من جلد من جلد اليوم. الله لا يعوق بشيء. صديق صديق صبر صبر. ما بيصير صندل. شوفوني يا جماعة رايح الشركة على البسكليتة. كفاية دلع كفاية دلع. وأقول لكم إنه البسكليتة أريح من الروز. شوف يا ولدي أنشر الشريط ده إن شاء الله يا أبوي. وخذ البسكليتة وأنا رايح الدوام. السلام. بنزين بنزين 91 95 رخيص أرخص من المحطة اللي جنبنا اسحبوا عليها يا جماعة. تعالوا عندنا. حياكم حياكم. ادفع خذ. قرب 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 قرب. بنزين أرخص من المحطة. بنزين أرخص من المحطة. أرخص من المحطة. قرب 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 قرب. اسحب على المحطة اللي جنبنا. تعال هيا تعال أخضر ولا أحمر؟ أخضر. خمسة. أخضر ولا أحمر؟ أحمر. هيا ياهو. هلمو هلا هلا بالعيال. هيا تعال. بنزين أرخص من المحطة. قرب. كفاية دلع يا جماعة. كفاية دلع. خلونا زي دبي قرية مائية. إحنا عندنا زحليقات. أتزحلق ببيتك وقاري وشوقتك يا أخي. أتزحلق زي دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم حسابك؟ الحساب 9 ريال يا عمي. ليش 9 ريال؟ كم البقدونس؟ ما عندش خبر. قد الحبة 3 ريال البقدونس. ليش البقدونس 3 ريال الحبة؟ مش فيه يا عمي. ما عندش خبر إن البنزين مرتفع سعره بدونار. وش دخل البنزين في البقدونس؟ للحين ما بيش سيارة تنقل خضار من مكان لمكان.
لا اله الا الله. ها ما تشتري الا بنزين. تفضل يا عمي. كفايه دلع يا جماعه. بلاشي من الملاهي وديزني لاند ومدري نطيط بخمسين ريال وتنطط بشقتك ولا ببيتك. ليش الكلام هاي؟ اقول لك اتنطط يا شيخ اتنطط. 300 310 20 30 40 50. شوفوا يا شباب، احنا اشترينا البنزين ب 300 ريال، بعناه 350، يعني ربحنا 50 ريال، يعني 50 على 4 يعني يصير 12.5، يعني كل واحد 10 ريال يا شباب. 12.5 بالضبط. تستهبل انت يا جيك تستهبل؟ الحين مزعج امنا في الاستراحه وجراكل واخرتها 12 ريال ونص. ايه الشيء ده ما يجي بقيمة بنزين المشاوير اللي سويناها يا فقي. اقول لك ما تجيب حتى حبه معرج. شوقيه مالك مشغله كل الانواع؟ بوكي ما قال لك لا تصرفي كهرب؟ يما مش هدرس. تعالي معايا تعالي. اجتماعنا اليوم يا جماعه لازم نشوف حل لوضعنا الاقتصادي ده المتأزم. ابو شكش ايش المشكله؟ ايش بقى تبربر كثير؟ ايش القصه يا جماعه فهموني. انا اقول طلبات بيوتنا اربعه كلنا كل يوم على واحد منا بشرط المشاوير الضروريه فقط. مضبوط. بقاله مستوصف صيدليه تماشي سوق يفتح الله. ابو عامر وين الشاهي؟ اي شاهي؟ الحين البنزين مرتفع وكل شيء مرتفع، اليوم ما في شاهي. قادره تتشبحين يا بنتي؟ قادره. مالك يا شوقية؟ استصعبت عليك حاجة؟ لا يما، عيوني دمع من البصل. والآن ننتقل للمحور الثاني. يا أبو شوقش فكر المحور الثاني والثالث، أنت سألين إيش البربرة الفاضية؟ خلصت إيش تبغى أنت الحين؟ الغاز، مشكلة الغاز إيش يسوي فيها؟ أنا أقول دبة غاز واحدة تكفينا كلنا يا أربعة. أعطوني القطة دحينة وأرسل لكم كفتة، بس بشرط أول يوم عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه الاسطوانه يابا بكم غيرتها؟ ب 16 ريال. ها مهما قول ارتفع سعر الغاز. كان اول ب 15 الحين 16 ريال، زاد ريال واحد. اسالك بالله. اذكر الله اذكر الله اذكر الله. خذ جيب لنا ثلاثه وديهم لبيوتنا. زين. الشاهي يا ولد الشاهي. واخوك جايين في الطريق، روحي هاتي لي بصل ومفلفل ومبهار. طيب يما. فل الفل يا صديق. 91. ابشر اتحداك ال 91 البطل. قاوم ما يخاص الا انت يا ورع. اركب بديتك.